أخبار اي تي في العدالة وفيها من القاهرة الغانم عقب اختتام أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي يشدد على ضرورة التنسيق بين البرلمانات العربية لنصرة قضاياها. العفاسي خلال مؤتمر المحامين الشباب يؤكد استمرار التعاون مع جمعية المحامين لإزالة العوائق التي تواجه القضاء. مواد تموينية مدعومة وأدوية بقبضة جمارك السلمي. ATV العدالة ترصد ردة فعل الشارع حول ارتفاع أسعار السجائر. ومن العناوين إلى التفاصيل. عقب اختتام أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية التنسيق بين البرلمانات العربية لنصرة قضاياها في المحافل الإقليمية والدولية. انتهينا للتو من أعمال المؤتمر الثالث لرؤساء البرلمانات العربية مع البرلمان العربي، وتم الاتفاق بالإجماع على وثيقة قدمت ورفعت كمشروع وثيقة تم الموافقة عليها بالإجماع، بالإضافة إلى بعض البيانات عن بعض الأمور الخاصة. أنا أعتقد هذا المؤتمر والاجتماع كان في غاية الأهمية لعدة أسباب. السبب الأول أهمية الموضوع الذي نناقشه اليوم وهو الإرهاب، إضافة إلى وجوب الاجتماع والتحدث بخصوص قضايا في غاية الأهمية، ودعوة السيدة جابرييلا بارون رئيس الاتحاد البرلماني الدولي للحضور وإلقاء كلمة والالتقاء بالرؤساء العرب، وسيساعد بالتأكيد على تبني القضايا العربية في المحافل الدولية. وأيضا تم الاتفاق في الاجتماع المغلق، يمكن لم يعلن عليه في البيان الختامي لأنه خاص بالاتحاد البرلماني العربي، تم الاتفاق على تقديم البند الطارئ الإضافي في المؤتمر القادم يكون عنوانه حقية الفلسطينيين بالقدس والرجوع إلى الميثاق الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، ليكون متماشيا مع الدعوات العالمية وليس فقط العربية والإسلامية تجاه إدانة نقل القدس لتكون عاصمة للكيان الصهيوني المغتصب. وردا على سؤال عن دور الكويت في مكافحة الإرهاب من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، أكد الغانم أن الكويت تلعب دورا مهما في التنسيق مع الدول العربية كافة، وأن عضوية الكويت لا تخص الكويت بل تخص كل الدول العربية. هذا الدور يقوم بالتنسيق مع كافة الدول العربية، ولعل آخر الأمور التي تمت قبل أيام قليلة من تبني الكويت لموضوع الإرهاب كأولوية في مجلس الأمن دليل واضح على أن هناك تنسيق عالي المستوى بين الكويت وكل الدول العربية التي تمثلها إن شاء الله في مجلس الأمن. فالعضوية لا تخص الكويت فقط إنما تخص كل الدول العربية. قبل قليل تم الانتهاء من إعداد الوثيقة تمهيدا لرفعها لاجتماع القمة في الرياض في شهر مارس المقبل. أبرز ما تضمنت هذه الوثيقة شكر الكويت على مؤتمر إعادة إعمار العراق في شهر فبراير الحالي، كذلك دعم ونشر المواقع الإلكترونية التي تدعو للوسطية، ودعم مبادرة أمير البلاد أمير الكويت في عام 2009 لتبني المشروعات المتوسطة والصغيرة لانتشار الشباب من بؤر الإرهاب، فتم تبني هذه المبادرة وهي البادرة التي تقدم بها أمير الكويت في عام 2009 يعني قبل 9 أعوام من الآن. فهذه أبرز ما تطرقت للوثيقة، ونأمل برفعها لمؤتمر القمة في شهر مارس المقبل. اليوم كان يوم فعال واجتماع رؤساء البرلمانات العربية وأيضا أعضاء مجلس البرلمان العربي، وكان هناك جلسة خاصة لرؤساء البرلمانات العربية، وبفضل الله تم إقرار الوثيقة اليوم والتصديق عليها أيضا من قبل المجلس. فهالشيء طبعا
يعني كان المفترض يكون من أول أن الوثيقة هذه نصدرها وتجريم بعض الدول التي تدعم الإرهاب وتنشئ الإرهاب وتصدره إلى الخارج. وهناك في السنوات اللي طافت للأسف كان هناك فئات تحمل الاسم الإسلامي وهي بريئة عن الإسلام وتحمل الاسم العربي وهي بريئة عن العرب. طبعا خروج هذه الوثيقة بإجماع عربي لتجفيف منابع الإرهاب في الوطن العربي ومكافحة الإرهاب أمر مهم جدا خصوصا في هذا الوقت. خرجنا أيضا في بيان طبعا دعم للشعب الفلسطيني الصامت باعتبار القدس عاصمة فلسطين الأبدية، كما خرج بيان آخر نشكر فيه المملكة العربية السعودية لما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن وتذليل كل الصعوبات لهم. اليوم في الوثيقة تضمنت مفاهيم كثيرة، والحمد لله كانت هناك مناهج وسطية في الكويت كمثال يحتذى فيه ومثلة أخرى في الدول العربية، وكانت الدول العربية أيضا لديها مثل هذه الوسطية اللي موجودة. وأيضا أكدنا على الدور وأهمية التركيز على الناحية التقنية الخاصة بالإنترنت وأيضا المواقع الإلكترونية التي يفترض أن يكون فيها استثقال المعلومة وأيضا مصدر من مصادر المعرفة للأشخاص وأيضا للمتلقين، حتى أيضا يعرفوا بعض الأمور وكذلك حتى للحد من بعض التشابك وبعض الفهم المغلوط. عقب حضوره انطلاق مؤتمر المحامين الشباب بالتعاون مع المنظمة العربية للمحامين الشباب بعنوان الحماية القانونية للمحامي، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي أن التعاون مستمر مع جمعية المحامين لإزالة العوائق التي تواجه القضاء الواقف، مشيدا بدور الجمعية في إرساء العدالة ونشر الثقافة في المجتمع. ما لا شك فيه أن مهنة المحاماة من أشرف المهن وأنبلها وأكثرها أهمية نظرا لدورها البارز في إسماع صوت الحق والدفاع عن المظلوم حتى يأخذ حقه مما ظلمه، ونظرا لأهمية هذه المهنة وقداسيتها فقد حرص المشرع الكويتي على تنظيمها والاعتناء بها وقطع الطريق على من تسول له نفسه العبث بها أو استغلالها لأغراض تتنافى مع رسالتها المقدسة. لذلك قام المشرع بإصدار القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته وغيرها من القوانين حتى يتسنى للمحامي إيصال رسالته والقيام بمهمته على أحسن وجه. أيها الحضور الكريم، يأتي هذا المؤتمر المقام في أرض الكويت لتجسد مكانتها دولة الكويت بين أشقائها من الدول العربية ودورها الهام وحرصها الشديد على إحداث تطوير تشريعي اللازم لإيجاد البيئة المواتية يؤدي المحامي دوره بحيادية وتجرد دون أي إملاءات أو ضغوط. نقول أن حصانة المحامي أمر من الأهمية بمكان، فإذا كنا جميعا نتفق أن فاقد الشيء لا يعطيه فأننا بالضرورة نسلم بأن رسالة المحامي في إحقاق الحقوق وتوطيد أركان دولة القانون وترسيخ مفهوم العدالة لن تتأتى له بمعزل عن حماية مجتمعية كاملة. وإذا كنا قد اجتمعنا اليوم لنتباحث في مفهوم تلك الحماية ووضع المحامي ونضع التكييف الملائم لهذا خروجا ببلورة كاملة تعالج النقص وتزيل اللبس وترسم الخطوط العريضة لمفهوم تلك الحماية، فأننا في جمعية المحامين الكويتية قد اتخذنا شعارا لنا منذ وقت مبكر بحيث يكون واضحا وجليا للجميع أننا لا نبحث عن مكانه، بمطالباتنا المتكررة بتوفير الحصانة للمحامي بقدر ما نبحث عن الحماية الحقيقية التي تحول بينه وبين العدوان عليه أو الانتقاص من قدره. تمكنت جمارك السالمي من مصادرة مواد تموينية مدعومة بالإضافة إلى تشكيلة من الأدوية التي تصرف من وزارة الصحة أثناء محاولة تهريبها داخل شاحنة كانت في طريقها إلى مصر.
أعلنت إدارة العلاقات العامة للبلدية عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء بجولة ميدانية على منطقة سعد العبدالله وعدد من مناطق المحافظة بهدف التأكد من التزام أصحاب العقارات بلائحة البناء ورصد أي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور. وقد أسفرت الجولة عن توجيه 7 إنذارات لعقارات مخالفة للائحة البناء. تمكنت جمارك السالمي من مصادرة مواد تموينية مدعومة بالإضافة إلى تشكيلة من الأدوية التي تصرف من وزارة الصحة أثناء محاولة تهريبها داخل شاحنة كانت في طريقها إلى مصر. التدخين ضار جدا بالصحة، التدخين مسبب للوفاة، تلك الجمل التي تضعها شركات التبغ على علب السجائر للتحذير من خطورتها لم تحل دون تناولها، فإن كان الضرر لم يمنع متناوليها من التدخين، فهل سيمنعهم عنها ارتفاع أسعارها خاصة وإن كان ارتفاع طفيف؟ مراسل ATV العدالة فهد الزايد يرصد ردة فعل المدخن والبائع حول ارتفاع أسعار السجائر. والله هو عن سالفة السعر يعني حيل مبالغ فيه، يعني كان البرلمنت أو شيء خلوه 750 والحين دينار، والكرز قاعد ينباع على 12-13 دينار، يعني إذا أنت بتخلون الشباب يقطعون سجائر ما راح يقطعون، يعني عندهم حل ثاني، يعني عندهم الشيشة وعندهم هم بعد الفيب ما راح يقطعون السجائر، فيعني السعر حيل مبالغ، يعني ما أدري على شنو. طبعا مبالغ فيها لأنه مو حل، يعني إنه يغلون السجائر عشان يقطع الشباب مو حل، مصيرهم راح يدخنون، يعني لا تقول يعني إذا تبي ترفعون سعر السجائر هم راح يدخنون. والله ندخنوا هذا ماربورو في الأول 750 الحين 900 غالي شوية، بالنسبة الأجنبي غالي شوية. ما حصلت نوعية سجائر، وفي نصهم قاعد يبيعوا لي على 3-4 الباكيت الواحد قاعد يبيعون، فأضطر إني أفتر الكويت كله عشان بس أدور على باكيت واحد. والله غلوها واللي يخبون السجائر، يعني صار لي 3 أيام أدور على بوكس أحمر. رحت كل مكان، في ناس يعني لدرجة أن قاعد تدور وسطات، راح تسوق الحرة داخل وتشري سجاير أمريكية اللي من داخل المطار. أنا رحت هنا في الرقعي مو موجود، هنا في العرضية كله مو موجود، يمكن مخزنينه يمكن مخزنينه عشان الأسعار، زف الأسعار عليهين قليل موجود. من بكرة سير الواحد باكت 900 فلس بالبكرة، وكان أول يومين قبل حتون بالجريدة يوم الأحد، يعني بكرة كل بقالات إلى حبة 900 فلس، من بكرة كل البقالات موجود، بس اليوم قليل موجود. زين الحمد لله موجود واجد، خير واجد خفيف بس. ليه شنو سبب؟ اليوم سبا شوياتي بس مندوب أول 60-70 أعطيك ألين وأشرة كرزة أعطيك كم 24 ساعة شغل شو شوياتي خلاص، وكلام مندوب بعد بخرة إن شاء الله باكر بعدين واجد يجي. أكد رئيس لجنة التسوية في اتحاد كرة القدم مشعل الربيع أن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعا مع ممثلي الفيفا والآسيوي، تم من خلاله التباحث حول العديد من النقاط أبرزها تزويد الاتحادين القاري والدولي بتقرير شهري يتضمن ما قامت به اللجنة خلال 30 يوما، كما سيتم إعداد مسودة للتعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للاتحاد المحلي، وبما يتوافق مع النظام الأساسي للمنظمات الدولية تحت إشراف من الفيفا والاتحاد الآسيوي.